بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 52 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف جيم من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هل كان زواج المتعة معروف في الإسلام، وما حكمه؟ وما حكم الزواجات التي حدثت في هذا العصر مثل زواج المسيار وغيره من الزواجات؟ مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الزواج من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل أزواجا، وجعل من الأزواج أسرا وأحفادا وبنين وحفدة ليبقى النسل ويتكاثر. قد حث الله على التزويج، قال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والزواج قائم على العقد الشرعي المتكون من الإيجاب والقبول، الإيجاب الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج أو وكيل الولي أو وكيل الزوج بشروطه المعروفة، وهو الزواج بنية البقاء والاستمرار والإنجاب والإعفاف وقيام الزوج على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذا هو الزواج الشرعي. أما زواج المتعة هو الزواج المؤقت. المتعة معناه الزواج المؤقت الذي لا يراد له الاستمرار، وإنما هو مؤقت بوقت ينتهي بانتهائه. فهذا كان مباحا في أول الإسلام، ثم إنه نسخ ومنع منه، فبقي نكاح المتعة منسوخا في الإسلام، وهو نكاح باطل بعد النسخ، فلا يجوز الرجوع إليه، وإنما يراد الزواج للاستمرار ومصالح الزواج الكثيرة. فزواج المتعة بعد نسخه صار زواجا باطلا، فلا يجوز الرجوع إليه. وأما زواج المسيار معناه أن يعقد عليها عقدا شرعيا، لكن لا تكون الزوجة عند الزوج، وإنما تبقى عند أهلها أو في بيتها، ليس للزوج عليها سلطة، وإنما يمر عليها وقتا للاستمتاع فقط، ولا ينفق عليها ولا يدري عن أولاده منها. فهو وإن كان تاما بعقد صحيح، لكنه يفقد فوائد الزواج وأغراض الزواج الكثيرة. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ في فقرته الثانية: هل ورد شيء عندما يسكب الإنسان ماء حارا على الأرض أو في وسط البيت، هل يقرأ آيات قرآنية أو يقرأ البسملة في ذلك؟ لا شك أن هناك مخلوقات قد لا يراها الإنسان، هناك جن لا يراهم الإنسان فلا يسيء إليهم أو يضرهم. وإذا أراد أن يلقي شيئا أو يريق ماء حارا أو غير ذلك، فإنه يقول بسم الله قبل ذلك، يتحصن بسم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم هدايا الطلاب للمعلمين بدون طلب منهم، سواء كان يتقاضى راتبا أم لا. لا يجوز للطلاب أن يهدوا للمعلمين، ولا يجوز للمعلمين أن يأخذوا الهدايا من الطلاب، لأن هذا يعتبر من الرشوة. إذا كان المعلمون لهم رواتب، كانوا موظفين من قبل الدولة
فلا يجوز للطلاب أن يعطوهم شيئا، لأن هذا يعتبر من الرشوة، لأن المعلم يكون حاكما على الطالب في تصحيح أجوبته وإعطائه الدرجات غير ذلك، يحكم له أو عليه، فلا يجوز للطالب أن يعطيه شيئا لأن هذا يعتبر من الرشوة لأجل أن يحيف معه المدرس ويميل معه. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا عما لم يعلموا؟ مناسبته أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر أو في غزوة، وكان منهم من أصابته شجة في رأسه بسبب حجر أصابه، ثم إن هذا الرجل احتلم في الليل، وجب عليه الغسل من جنابة الاحتلام، فتخوف من الماء إذا أصاب الشجة أن يؤثر عليه، سأل أصحابه هل له من عذر في ترك الاغتسال نظرا لما فيه من الشجة، فقالوا فأفتعوه بأن يغتسل، فأصاب الماء شجته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك: قتلوه قتلهم الله، أي بسبب خطأهم وفتواهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. والحديث قد لا يخلو سنده مما قال، ولكن هو يدل على أن المصاب بشجة أو غيرها إذا كان يتأثر من ماء الطهارة فإنه لا يغسل هذا المكان، ويتيمم بالتراب، يغسل ما الصحيح، يغسل الصحيح من جسمه أو من أعضائه، ويتيمم عن الجريح ولا يصيبه الماء. وإذا كان الجرح عليه لصوق أو جبيرة أو ما يغطيه فإنه يمسح عليه ويكفي هذا. نعم. الشيخ، نستفيد الحقيقة من هذا الحديث يعني التأني في الفتوى. اليوم شيخ تسارع الناس في إفتاء الناس بغير علم، ما رأيكم في ذلك؟ نعم، هذا الأمر الخطير، والذي يفتي يقول عن الله سبحانه وتعالى لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فهو يقول عن الله وينقل عن الله عز وجل، فلينظر ماذا يقول، فهو موقع عن الله عز وجل. الله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم ويفتي بجهل ليس عنده علم، بل عليه أن يتأنى ويتوقف عن الفتوى إلا عند الحاجة. إذا كان عنده علم واحتاج إلى الفتوى فإنه يفتي بحسب علمه وبما يعلم من الدليل، إبراء لذمته، خوفا على ذمته من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول: في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هل يؤخذ بهذه الأمور وماذا يدخل بها؟ الأمور المشتبهات هي المختلف فيها، هي المسائل المختلف فيها بين أهل العلم نظرا لتوارد الأدلة عليها، تعارض الأدلة في حقها، هل هي من الحلال أو من الحرام؟ فهذا الأمر يتوقف الإنسان فيه حتى يتبين له الوجه الصحيح ولا يقدم عليه وهو مشتبه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: إذا دخلت إلى المسجد ووجدت أنهم يصلون صلاة الجنازة فصليت معهم، فهل تغني عن تحية المسجد إذا كان الإنسان يريد البقاء في المسجد؟ وإذا صلى على الجنازة في غير أوقات الصلوات هل في ذلك بأس؟ صلاة الجنازة لا تكفي عن تحية المسجد إذا أراد الجلوس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد ركعتان بنص هذا الحديث، وهذا لا ينطبق على صلاة الجنازة، لكن يصلي الجنازة لأنها تفوت صليها مع الناس، ثم إذا سلم وأراد الجلوس في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. وأما فعل تحية المسجد في أوقات النهي ففيه خلاف بين العلماء، والأمر في هذا واسع، إن فعله فلا بأس وإن تركه فلا بأس نظرا لاختلاف الأدلة في ذلك. وتحية المسجد سنة ليست واجبة. نعم.
يسأل يا شيخ عن حكم السجود على الطاقية أو الغترة أو طرف الثوب الذي يلبسه الإنسان إذا كان محتاجا إلى هذا لحرارة الأرض أو لكون الأرض فيها شوكة أو حصى ويتضرر من السجود عليه، فلا بأس أن يجعل وقاية بينه وبينه. نعم. السائل إبراهيم علي يقول: متى تسقط الفاتحة عن المأموم إذا كان الإمام لا يعطي فرصة ومهلة للمأمومين أن يقرؤوها؟ في هذه الحالة تكفي قراءة الإمام، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام فإنه يقرأها، وإذا لم يتمكن فليستمع إلى قراءة الإمام وهي كافية إن شاء الله. نعم. يسأل أخيرا فضيلة الشيخ عن حكم رمي الجمرات دفعة واحدة، يقول: حيث رمى أخي الحصى في العام الماضي دفعة واحدة، أي 7 حصيات برمية واحدة، هذا لا يجزي إلا عن حصاة واحدة، فعليه فدية لأنه لم يرمي الجمرات، فعليه فدية، وهي أن يذبح شاة في مكة ويجعها على فقراء الحرم، وهي هدي جبران عن ترك رمي الجمرات، يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن كان لا يستطيع إنه يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم غيدة تقول: فضيلة الشيخ، طلب مني زوجي ألا أذهب إلى أهلي لزيارتهم لأن بينه وبين إخوتي خلاف وشقاق، فطاوعته خوفا على حياتي الزوجية وأولادي، ثم طلب مني ألا أتصل بهم لا هاتفا ولا جوالا لمدة 1 سنة تقريبا، والآن طفح الكيل، فأنا بحاجة إلى محادثة والدي ووالدتي وإخواني، مع أنك تستغرب أن هذا الزوج فيه شيء من الدين، أرجو أن تنصحوه عبر هذا البرنامج لعله يرتدع. مأجورين. على هذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يمنع زوجته من صلة أرحامها، فإن صلة الأرحام واجب على المسلم، فلا يمنعها من مواصلة أرحامها إلا إذا كان في هذا مضرة عليه، يعني يفسدوها عليه أو يخببوها عليه، فله أن يمنعها، أما ما دام ليس فيه عذر شرعي وإنما هو تفاعل مع ما في نفسه من الحقد والغضب عليهم، فعليه أن يتقي الله وأن يترك لزوجته الفرصة في مواصلة أهلها بالزيارة والكلام في الهاتف، لأن ذلك من صلة الرحم ولا يحمله الغضب إلى هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سائلة أخرى تستفسر عن سؤال لها وتقول: يا شيخ، عندما تستخدم المرأة دواء يمنعها من الحمل لمدة 5 سنوات ثم تتركه لمدة أخرى لأنها لا تريد كثرة الأولاد وستقتصر على 3 فقط، وهذا ما اتفقت عليه مع زوجها لأنها تريد أن تربيهم التربية الجيدة، تقول: أمور الحياة أيضا في بلدي لا تساعدنا على كثرة الأولاد ومعيشتهم، فما الحكم الشرعي في عملنا؟ مأجورين. لا يجوز منع الحمل إلا لسبب ظاهر، لأن تكون صحتها لا تتحمل متابعة الحمل، نصحها الأطباء أن تأخذ الدواء من أجل تأخير الحمل، ليس منع الحمل وإنما تأخير الحمل، لأنها لا تتحمل الحمل المتوالي عليها، فإذا نصح الأطباء بذلك فلا مانع أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل، أما إذا كانت صحتها جيدة ولا يؤثر عليها الحمل فإنه لا يجوز لها أن تمنعه ولا أن تؤخره. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت فراس تقول: الشيخ، ما حكم الأكل والشرب وقت أذان الفجر أو بعد، سواء بوقت طويل أو قصير، حيث إننا كنا نفعل ذلك أنا وزوجي لمدة زمنية طويلة وذلك في رمضان، علما بأن الزوج قد توفي، فهل يلزمنا شيء أو كفارة عن ما مضى؟ هذا الأمر يرجع إلى الأذان، هل هو على الوقت؟ هل المؤذن يؤذن عند دخول الوقت؟ فلا يجوز الأكل والشرب عنده أو بعده، لأنه قد دخل الوقت ودخل وقت النهار وانتهى الليل، فلا يجوز الأكل والشرب بعد الأذان المؤقت للتوقيت المنضبط، وأما إذا كان المؤذن يذكر بالأذان فلا مانع من الأكل والشرب حال الأذان وبعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى
لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو أسامة يقول: نحن مجموعة إخوان شيخ، ووالدنا شيخ كبير، وزكاة أموالنا هو من يتولى إخراجها، فهل يجوز له أن يعطي أخواتي المتزوجات من الزكاة، وخصوصا أنهن يكن في حاجتها، وجزاكم الله خيرا؟ لا تجوز زكاة الوالد لأولاده ولا زكاة الأولاد لوالده، لا تجوز بين عمودي النسب. نعم أحسن الله إليكم. يوسف عبد الله من جدة يقول: ما حكم من أفطر برمضان الشيخ عمدا من جماع وغيره عدة أيام، هل يصوم عن كل يوم شهرين؟ إذا كان أفطر بطعام أو شراب متعمدا فهو عاص عليه التوبة وعليه قضاء الأيام التي أفطرها مع التوبة إلى الله عز وجل، وإن كان الإفطار بجماع فعليه القضاء وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم جزاكم الله خيرا. الأخت أم محمد تقول: الشيخ لدي جيران لديهم أطفال مزعجين بعض الشيء، وهم يسكنون في الشقة التي فوقنا، وإذا حصلت لدينا مناسبة لا ندعوهم لها بسبب شغب أطفالهم، فهل علينا شيء في ذلك، وهل هذا في حقوق الجيران؟ نعم الجيران لهم حق، الله جل وعلا أوجب حق الجار على جاره، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، أوصى جبريل عليه الصلاة والسلام بالجار، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصي بالجار، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له حق، وتحملوا ما يصدر منهم من الأذى، تحملوا ذلك ولا يسقط حقه عنكم. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت أم محمد أرسلت بي سؤال عن حالتها، تذكر بأنها زوجة ثانية وتعيش بعيدا عن أهلها، هم في منطقة وأنا تقول في منطقة أخرى غريبة، ليس لدي أي علاقات سوى أهل زوجي، وزوجي مشغول عني بعمله. مشكلتي أنا وزوجي هي بأنه يحضر مناسبات الأهل وهي نادرة للغاية، وكذلك الأعياد مرة أنا ومرة أخرى زوجته الأولى، مع العلم بأن الزوجة الأولى من أهل المنطقة وجميع أفراد العائلة يتواجدون ويتبادلون الزيارات والدوريات باستمرار، وأحيانا تقول يخرجون في اليوم الواحد أكثر من مرة، أما أنا وأولادي الصغار فمحرومين، وكل ذلك فيه تأثير سلبي على نفسيتي وأولادي. ما حكم العدل بين الزوجات في مثل هذا؟ العدل بين الزوجات يكون في النفقة وفي المسكن وفي الكسوة وفي المبيت، هذا هو العدل بين الزوجات الواجب على الزوج. وأما هذا الذي ذكرته السائلة فهذه أمور جانبية، عليها أن تصلح هي وزوجها أو تتسامح عما يصدر منه من التقصير. نعم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذهبت لأداء العمرة أنا وزوجتي، وبعد الطواف والسعي قمت أنا بقص بعض من شعر رأسي شيء بسيط، وزوجتي لم تقص من شعرها، علما بأنه قد حصل لي أنا مثل هذا في عمرة سابقة. القص من الرأس للنسك في حج أو عمرة بالنسبة للرجل يعم جميع رأسه، فيقصر من جميع رأسه، يقصر من جميع رأسه يعني من جميع جوانبه، من أطرافه ومن وسطه ومن جميع جوانبه، ولا يقتصر على جانب واحد من الرأس. وأما المرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة من ظفائرها قدر أنملة. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.